من مدينة صيدا اللبنانية ينضم معنا مدير المركز اللبناني حسان قطب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. قاسم سليماني يقول أن البحر الأحمر لم يعد آمنا للقوات الأمريكية، كيف تقرؤون هذه التهديدات لواشنطن مع إعلان الرياض إيقاف الملاحة في البحر الأحمر واستهدافها بصاروخ حوثي؟ الحقيقة ما قامت به إيران اليوم أو البارحة في البحر الأحمر من استهداف ناقلات نفط السعودية إنما يؤشر إلى تطور خطير على مستوى الصراع في منطقة الخليج العربي وكذلك في منطقة البحر الأحمر. نعم. إيران أدركت أن الحوثي أصبح في مراحله الأخيرة، إن ميناء الحديدة هو المنفذ الأخير والوحيد على البحر الأحمر الذي من خلاله ممكن أن تستخدمه لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، وسقوط ميناء الحديدة يعني أن الحوثي أصبح بعيدا عن البحر، وبالتالي من الصعوبة بالمكان استهداف ناقلات نفط أو تعطيل الملاحة. النقطة الثانية هو يؤكد أن إيران تستخدم أدواتها للحد الأقصى، مما يجعل استهداف الحوثي في البرحة المقبلة أكثر شدة وأكثر صرامة وأكثر جدية، لأن المجتمع الدولي كان يحاول معالجة الوضع في الحديدة سلميا، الآن أظن أن الوضع سيتحول إلى صراع عسكري جدي لإنهاء الوجود الحوثي في منطقة الحديدة وعلى الساحل الغربي لليمن. أضف إلى ذلك أن إيران بتهديدات التي أطلقتها منذ أيام بتعطيل الملاحة وبمنع، طيب يعني إلى أي مدى تعتقد أن إيران قادرة أستاذ حسان على تعطيل الملاحة الدولية وغلق مضائق وغلق بحار؟ إيران تحاول أن تظهر نفسها قادرة، لكنها في حقيقة الأمر هي غير قادرة، لأن أدواتها في المنطقة أصبحت تتهالك. الحشد الشعبي في العراق يعاني من أزمة حقيقية مع جمهوره وبيئته خلال ما نراه في المظاهرات ورفض بدوره في العراق. في لبنان أصبحنا نشاهد مشهد مختلف تماما، لأن بيئة حزب الله في منطقة البقاع أصبحت تتمرد عليه وترفض دوره وترفض ممارساته. في سوريا الهيمنة الروسية أصبحت أساسية، وأصبحت روسيا تلعب الدور الأساسي في تحديد مسار الصراع في سوريا وأيضا في تحديد المسار السياسي في سوريا، وأصبحت روسيا مسؤولة عن أمن إسرائيل وعن استقرار الحدود في منطقة الجولان. فإيران الآن تفقد أدواتها في المنطقة. أي صراع مستقبلي مع إيران سيكون مضطرة إيران تدخل في الصراع مباشرة، وهذا ما لا تريده، فلذلك هي تحاول أن تهدد لكنها لا تستطيع أن تنفذ بعيدها. ماذا يعني تصريح دونالد ترامب إيجاد اتفاق آخر مع طهران يختلف عن القديم؟ هل يعد هذا تنازلا أم أنه تكتيك استراتيجي تحت باب إطالة أمد الحرب؟ أنا أظن أن في الولايات المتحدة هي نقل الصراع إلى الداخل الإيراني، لأن رسالة ترامب إلى الداخل الإيراني تجعل من ممكن أن هناك صراعا داخليا، حيث أن بعض المرهبين يفضلون المفاوضة من جديد على تحمل العقوبات القاسية. وهناك صراع في الداخل الإيراني الآن، هل نواجه العقوبات أم نتفاهم مع الولايات المتحدة ونفاوض الولايات المتحدة للخروج من نفق العقوبات ومن تداعياتها على الاقتصاد الإيراني المتهالك؟ فرسالة ترامب أظنها رسالة جدية، ولكنها أيضا تمثل المسار الأخير لتسوية الأمور قبل اللجوء إلى الصراع أو التحول إلى فرض عقوبات قاسية تؤثر على استقرار إيران ومستقبل إيران ودورها حتى في المنطقة. طيب بما يخص الحديدة، ما الذي يؤخر حسم معركة الحديدة، ولماذا واشنطن لا تتدخل لصالح التحالف العربي مثلا؟ البعض من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة تحاول أن تكفي دور للحوثيين في مستقبل اليمن، يحاولون الإبقاء على هذا الوجود الحوثي لأنه يشكل ضمانة لعدم هيمنة الدول العربية أو تحالف الدول العربية على اليمن بالكامل. ولكن مع تفاقم دور الحوثي بشكل يختم مصالح إيران فقط دون النظر إلى المصلحة العربية ومصلحة الشعب اليمني أيضا، سيجعل من المستحيل على المجتمع الغربي تجاهل هذا الأمر، وبالتالي سيفلت يد التحالف العربي لإنهاء الصراع عسكريا وحماية الممرات المائية وحماية التجارة الدولية سواء في باب المندب وحتى عبر قناة السويس وفي البحر الأحمر أيضا. فبالتالي معركة الحديدة لابد أن تقع ولابد أن يخرج الحوثي من الحديدة ومنائها وبالتالي بعيدا عن الساحل الغربي لليمن. قاسم سليماني في خطابه قال أنه يجب على أمريكا لا تنسى دعم إيران لها في العراق، هنا ذكرها بالشراكة بينهما. أمام هذه المصالح الإيرانية الأمريكية إن صح التعبير،
ما إمكانية أن تتحول إيران لعدو فعلي كامل وتنفذ واشنطن تهديدها بتنفيذ أم المعارك تحت قيادة ترامب، أم أن الصراع سيبقى مفتوحاً؟ في البداية لم يكن هناك تحالفاً إيرانياً أمريكياً، بل كان هناك تقاطع مصالح. صراع الولايات المتحدة على نظام صدام حسين في العراق كان يختم إيران من ناحية أن سقوط صدام حسين كان يعطيها معنويات عالية أمام جمهورها وشعبها، وبالتالي كانت الولايات المتحدة تريد أن تستفيد من حياد إيران في هذه المعركة حتى تتجنب أي صراع مع إيران وبالتالي تسهيل سقوط صدام حسين. ونفس المشهد ينطبق على أفغانستان. لذلك إيران استفادت من الاستراتيجية الأمريكية، وأمريكا استفادت من رغبة إيران في إطلاق نظامين معاديين لها، لكن هناك الآن تضارب مصالح، المصالح الأمريكية في المنطقة تتضارب مع المصالح الإيرانية في المنطقة، وبالتالي محاولة إيران مد هيمنتها على الدول العربية وترهيبها ومحاولة احتلالها كما كانت تقول دائما أن احتلت أربع عواصم عربية، هذا لا يناسب الولايات المتحدة ولا مصالحها في المنطقة، وبالتالي تضارب المصالح ستؤدي إلى مزيد من العقوبات وصولا إلى صراع في حال تطور الأمر إلى صراع مختلف بين الطرفين. مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات والاستشارات السيد حسان القطب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.